تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع قسائم المساعدات والطرود الغذائية لمستحقيها من المسجلين لديها، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري وتزامنا مع الشهر الفضيل. مراسلنا سعود الكتبي زار فرع الشارقة وأعد التقرير التالي. كعادته يأتي شهر رمضان المبارك، ومعه تأتي نسائم الخير والعطاء التي نراها متجلية في المبادرات الخيرية وتشرف عليها الجهات الرسمية كالهلال الأحمر الإماراتي. فهنا ولد زيارتنا فرع الشارقة الواقع في ضاحية الرحمانية، رصدنا عملية توزيع المير الرمضاني على الأسر المسجلة في كشوفاتها، سواء بتقديم قسائم المشتريات أو الطرود الغذائية. المير الرمضاني يستهدف ما يقارب 478 أسرة بعدد 1900 فرد، وكذلك في طرود غذائية بعدد 1000 طرد راح تغطي أكثر من 1000 فرد وعائلة إن شاء الله. الهدف من توزيع الكوبونات المير الرمضاني إدخال السرور والفرح على الأسر والعوائل أصحاب الدخل المحدود. المساعدات التي تصرفها الهيئة تأتي ضمن ميزانيتها السنوية إلى جانب عطاءات أهل الخير من صدقات وزكوات، وبقدر ما تغطي جانبا من احتياجات مستحقيها، فإنها أيضا تدخل البهجة والسرور في نفوسهم. الحمد لله، هذه نعمة طول الله عمر شيوخنا، ما مقصرين ما مقصرين، جزاهم الله خير، طول الله أعمارهم ولو ما بهم ولا احنا مسلمين، جزاهم الله خيرهم على عيننا وراسنا. مشكورين وجزاهم الله ألف خير عن هذا الشيء، هذا اللي بقدر أقوله. دائما الهلال الأحمر سبحان الله يعني بقروب الشهر الكريم يعني جاهز لهذه المبادرة بمساعدة الناس جميعا، فالله يوفقهم ويجزاهم الخير جميعا إن شاء الله بهذه المبادرات الطيبة. هذا ودعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المحسنين لمد يد العون للمحتاجين، خصوصا في الشهر الفضيل، سواء بالمساهمة في إفطار الصائم أو المير الرمضاني، إلى جانب تقديم مبالغ الزكاة عبر قنواتها المختلفة. هيئة الهلال الأحمر تواصل جهودها لإيصال عطاءات أهل الخير لمستحقيها من المحتاجين، وصولا لمجتمع متكاتف ومتآلف. لأخبار الدار سعود الكتبي من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشارقة.